يا هلا والله ومرحبا، أسعد الله مساءكم بكل خير ويعطيكم العافية. تقبل الله صيامكم وقيامكم. أخيرا طلعت للإعلام ووضحت الصورة طاحونة سنجل دوز مقدمة من متجر متميز معروف وغني عن التعريف. قدم لنا في المرات السابقة أشياء جميلة كثيرة، والآن يقدم لنا ويبهرنا بهذه الطاحونة السنجل دوز مقاس 64. خلونا ندخل في التفاصيل ونشوف مميزات وحش الكاسر. مميزات هذه الطاحونة انها سنجل دوز، الريتنشن او الاحتباس اللي فيها قليل جدا يكاد لا يذكر 0.1 0.2، للأمانة ما وصل 0.2 0.1، هو اكثر شيء. ما شاء الله تبارك الله، لو شفنا الازرار الجانبية تأتي بعدة سرعات متفاوتة متغيرة بامكانك تختارها. زر ما شاء الله تبارك الله سريع وايضا بسيط في اللمس ومريح، مو مثل الباقي الطواحين يكون من الجهه السفليه يكون شويه متعب ومزعج. هنا بكل بساطه تقدر تغير السرعه وحتى وهي طاحونه طافيه. ما شاء الله تبارك الله، هذه ميزه تضاف الى الطاحونه باختيار السرعه المناسبه لكل قهوه. ما شاء الله تبارك الله، هذه الطاحونه تاتي بتروس مقاس 64 تيتانيوم. ما شاء الله تبارك الله، أداءها سريع جميل قوية، طحنات جدا ممتازة وأداء وأيضا كوب فاخر. ما شاء الله تبارك الله، أعطتني في الأيام السابقة والتجارب الكثيرة اللي عليها حتى بدون تفكيك التكتلات كانت جدا رائعة. أفتح معاكم الطاحونة نستعرض الأجزاء الداخلية وتشوفوا بعيونكم. طبعا هذه الطاحونة أو أي أداة أو أي ماكينة كهربائية لازم تجرى عليها تجارب كثيرة، يسموها بروتوتايب. فهذه طاحونتنا اللي وصلتني هذا بروتوتايب أو عينة تجربة، من خلالها نبين إذا في أخطاء، إذا في تحسينات نضيف نقلل نشيل، وبناء على التجارب الكثيرة نعطي آرائنا للشركة المقدمة وأيضا إلى المتجر. وللأمانة تم التعديل أشياء جدا كثيرة كثيرة وراح تعجبكم بإذن الله، منها الدوزن كاب وأيضا ركوب البورت فلتر في المجرى الصحيح له، وأيضا توفر الهوبر الجميل الممتاز لهذه الطاحونة. زي ما نعرف طاحين الهوبر أو السنجل دوز عفوا لازم بتوفر الهوبر أو البلو أب يسموه. أيضا الطاحونة تأتي بألوان أو ثلاث ألوان متعددة، الأبيض والأسود وأيضا الرمادي، ولكن متوفر تقريبا في المتجر فقط اللون الأسود وبكمية جدا محدودة 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 لين توصل الدفعات الجاية بإذن الله. فخلونا نفتح معكم الطاحونة ونشوف السهولة. أنا ما نظفت الطاحونة للأمانة، أبغاكم تشوفوا بعد عدة استخدام، تقريبا الآن دام شهرين تقريبا أو أكثر أقل شوية، أبغاكم تشوفوا الريتنشن وإذا فيه أي عوالق بن بدون تنظيف. الغطاء العلوي هذا مانع البوب كورنينج، مانع التطاير. نفتح الجزء هذا بكل سلاسة وسهولة، وهذا هو حامل التورس الثابت العلوي. هذا هو الترس، طبعا ترس مثل ما قلنا تيتانيوم. ابغاكم تشوفوا بقايا اثار الطحن. ما شاء الله تبارك الله، تعتبر نظيفة جدا جدا ما شاء الله. انا ما ادري هو واضح عندكم داخل هنا الاجزاء الداخلية، ما شاء الله تراكم جدا لا يعتبر او معدوم اصلا. ما شاء الله تبارك الله، هذه الطاحونة بقراص التيتانيوم. بعد معاي لو حبيت تنظف هذه الطاحونة كيف الوصول إليها، فقط بفرشة وأيضا هنا فرشة، والتركيب جدا سهل. عليك أنك تطبق هذول الأطراف مع الأطراف اللي موجودة، وصلى الله وبارك، راح ترجع معاك الطاحونة نفس الأرقام ونفس كل شيء. والقطعة اللي شلناها أول شيء تركب أول شيء بكل بساطة. وللأمانة من الأشياء اللي طورناها في هذه الطاحونة جلوس البورت فلتر في القاعدة الأساسية، وأيضا الدوزن كاب، وأيضا لو لاحظنا هنا علامات الأرقام شوي تكون غائبة أو غير واضحة، تم توضيحها وبيانها بشكل أفضل ومميز.
هذه الطاحونة تعتبر من الطواحين الاستبلس، أي لا يوجد طقات أو عدد محدود من الطحن، فتغيير بين الشرطة والشرطة وأكثر من ذلك أقل أكثر، فهذا يعتبر استبلس أو غير طقات أو غير محدودة الطحن أو عدد درجات الطحن. ما قلت لكم هذه الطاحونة تأتي من سرعة رقم 1 إلى سرعة رقم 7، تبدأ من 900 سرعة رقم 1 إلى 2400 سرعة رقم 7، ما شاء الله تبارك الله. ففيها رقم 2 1150، رقم 3 1400، رقم 4 1650، سرعة رقم 5 1900، سرعة رقم 6 2150، وآخر السرعة اللي طحنا عليها قبل شوية 2400 RPM. ما علينا من هذا كله، للأمانة أبهرتني بجودتها وأدائها وسرعتها، وأيضا صوت الطحن ما شاء الله تبارك الله يعتبر صوتها هادئ لا يذكر للأمانة، وهذه مع أعلى سرعة صوتها لا يذكر، لو أقل السرعة ما تدري أنت هل هي شغالة طاحونة أو طافية. الأمانة مرة هادئة، وقت الطحن سريعة جدا، وأداء الكوب مرة فاخر، وقارنها بالأتوم 75. للأمانة هذه الطاحونة شبيهة طاحونة لقوم 64، فهذه من شركة مختلفة من مصنع مختلف، ولكن التصميم والأداء والجودة هو سعر اللقوم 64 تقريبا يوصل إلى 7-8 آلاف، هذه سعرها في متناول إن شاء الله الجميع، ويكون سعر جدا مناسب وراح يكون في خصم. ومثل ما قلت لكم الطاحونة استراها محدودة الكمية، ووصاني صاحب المتجر اللي راح أقول لكم من أي متجر الآن، أني أوصيكم وأقول لكم ترى العدد محدود جدا جدا جدا، لأننا نبحث عن الجودة وليست التكلفة. ما حبيت أظهر اسم المتجر إلا بعد ما خلص من المراجعة وتشوفوا، وشفتوا باقي الاستخلاصات في الأيام السابقة كانت كلها من هذه الطاحونة الجميلة، ما شاء الله تبارك الله. سرعة التاتش اللي فيها جميل جدا مبهر، مثل ما قلت لكم أداء الكوب كان ولا غلطة، سواء بالترطيب برشر بروفايل أو دايركت 9 بار، فالأمور كانت جدا جميلة وطيبة. على العموم أعيد وأزيد وأكرر، الطلب أو الكمية جدا محدودة، ما أبغى أقول لكم 5 حبات لأن فعلا ممكن تكون 5 حبات فقط، فللي حاب يطلب هذه الطاحونة يرفع الشاشة، علينا وعليكم بالعافية. متجر ريكستور موفر لكم هذه الطاحونة بعدد قليل، لأننا نبحث عن الجودة والقيمة وليست التكلفة زي ما يقولون، ولا نبحث عن الماديات، نبحث عن الجودة والقيمة. وللأمانة لما هي زينة ونجربتها وتأكدت منها ما أعلنت لها، للأمانة جميلة جدا جدا. يعيبها عندي أنا فقط، ما أنكم تعرفون كلكم أني أحب اللون الأبيض، ولونها ليس أبيض، ولكن راح أصبغها وأستخدمها، وجميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. نتكلم شوية عن الأزرار الجانبية، زي ما نشوف هنا زر التشغيل والإطفاء، هنا زيادة السرعة سواء وقت الإطفاء أو وقت التشغيل، فهي تشتغل وتقدر تنقص السرعة وتزيدها، وجدا سريع اللمس ما شاء الله تبارك الله. فللأمانة الأزرار الجانبية أعطتها رونق مميز، راحة في التشغيل والإطفاء، وأيضا زيادة السرعة. بين نطفي الطاحونة بشكل جدا بسيط، نعلق تقريبا لمدة 5 ثواني تطفى الطاحونة، راح تطلع لك هذا البيب أو صوت الإنذار. وأيضا لو حبيت تشغلها نفس العملية تكررها، تضغط لمدة 5 ثواني راح تشتغل معك الطاحونة بكل بساطة على السرعة اللي حددتها وطفيتها عليها من قبل. الطاحونة تم تجريبها لمدة 2 شهر تقريبا، أكثر أقل شوية، للأمانة أعطتني أكواب خرافية برشر بروفايل 9 بار، مختلف المعالجات، بتفكيك تكتلات بغير تفكيك، ما شاء الله تبارك الله جميلة جدا جدا، وأنصحكم فيها. لا تطوفونها، للي محتاج طاحونة سنجل دوز فتحت لكم، وأيضا شفتوا الترسبات أو الريتنشن اللي موجود لا يكاد يذكر ومعدوم، فهذه الطاحونة موجودة في ريكستور بعدد جدا محدود، واللي حاب يحصل على كود خصم إضافي يضغط على التحويل البنكي راح أعطيه كود، هذا فقط للتحويل البنكي يا جماعة الخير، اللي عنده حوالة بنكية يضغط على الخيار هذا حوالة بنكية، يدخل الكود اللي راح أحط لكم الآن راح يخصم له خصم إضافي على الطاحونة. علينا وعليكم بالعافية، راح أحط لكم البوست واستمتعوا.